ليش لو هو الكونفنشنال لو كونفنشنال وال والمريض واخد بال حضرتك دايما بيبقى حاطط في ذهنه ان الحبايه الكبيره دي حتى لو ما عملتلوش حاجه المعده مش هتستحملها، انت بتقول له خد وزميلز واخد بال حضرتك او شورت لي يعني افتر ميل، انما هو المفترض انك انت تاخده اب. بس هو دايما المريض عنده كده هو تهاجس عنده تخوف يقول لك اخد الحبايه الكبيره دي كلها على معده فاضيه دي هتتعبني جدا. هو انا انما تول نوت تول نوت افكت الامور الادهرنس هنا از مور امبورتنت ذان ذا روت. زي ما دكتور مصباح قال كده الميتفورمين مشكلته دايما ان احنا طول عمرنا متعلمين واحنا في المدارس من اول ما طلبنا الطب الميتفورمين بعد الاكل. في اخر 3 4 سنين كل الجايد لاينز وكل الفارماكوثيرابي بتتكلم عن الميتفورمين يتاخد مع الاكل. انا بقيت اقول العيان خده مع اول لقمه ليه؟ لانه ستيل بيعمل سام سورت اوف جاسترايتس خفيفه كده وشويه اليمنت، فيعني يا قبل الاكل يا مع بدايه الاكل. بس عشان نطلع الكونسبت ده من المرضى واخواتنا الدكاتره برضو اللي هو يعني لسه ما وصلتلوش المعلومه دي بتاخد وقت، لكن هو الكلام زي ما دكتور مصباح بيقول كده بنقول مع بدايه الاكل هو الكلام الجديد. بعد الاكل ده كان كلام قديم شويه. مع الميتفورمين اكسار اعتقد ان الدنيا مش هتبقى يعني سيان، ولما بتقول له خد مره واحده بس بيزود حكايه ان الابسوربشن بيقل، لكن ده بليف قديم عشان تطلعه بتحتاج وقت. الميتفورمين وان اوف ذا زي ما الدكتور مصباح بيقال كده يعني عمود من اعمده اللي زي اللانوكسين او الديجيتاليس في الكارديولوجي كده، ما حدش عارف يزحزح الميتفورمين الصراحه يعني من اي جايد لاين. في حد عايز يسال اي سؤال ثاني حضراتكم؟ اتفضل يا دكتور اتفضل. الجلوكوفاج اكس ار تلاحظ نزول الكفر بتاعه في الستولز، صح؟ فبيجي العيان يقول لحضرتك ده انا ببص الاقي الحبايتين اللي انا خدتهم بعد العشاء نزلوا في الستولز، بالعكس ده معناها ان هو خرج منه الكونتنتس بتاعته وان ده حاجه ملهاش اي قيمه لانك هتتسال السؤال ده. شكرا دكتور عبد الخالق. هي فعلا هذه الملاحظه جيده جدا، وكان بيتبادر للذهن عند بعض الناس انه ما دام الشيل نزل يبقى الدراك هو نفسه كله نزل، انما لو الامر ده يعني 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 اتبص ليه كويس وكان زي ما حضرتك بتقول اعتقد ان ده هتبقى مور بنفيشال يعني. برضه بنأكد على ان الميتفورمين لما بيتاخد قبل الاكل افضل، وان الاكل بيأثر بيقلل الامتصاص ب 30%، ولكن لو ده هيجي على الكومبلاينس يبقى الامر لله بعد الاكل، لكن الصح قبل الاكل عشان احنا قلنا دكتور محمد ان الصحيح ان هو يتاخد قبل الاكل عليها بس. واحنا قلنا ان الصحيح انه يتاخد، ولكن دايما المرضى بيبقوا متخوفين خاصة مع لو كانت الميتفورمين الحبايه الكبيره، انما مع الاكستندد ريليز انا اعتقد ان الامر هيبقى وان دوزج، ولو اديته اي انستراكشن هيسمعها على طول مفيش مشكله عادي. الميتفورمين مع الرينال بيشنت مع الهيباتيتس بيشنت مع اللاكتيشن مع البريجنسي يبتدي اخر حاجتين اللاكتيشن والبريجننسي. احنا قلنا انه دلوقتي بدا يبقى فيه واخد بال حضرتك انت ازاي سيفتي في ليه يبقى سيفتي في البريجننسي هو سيفتي في اللاكتيشن، مفيش فيه مشكله خالص، فلا يوجد اي كويتشن مارك على الميتفورمين في البريجننسي واللاكتيشن. لا بس معلش انما مع الرينال مع الرينال بيشنت الرينال بيشنت احنا عندنا انت بتشوف السيريوم كرياتينين 1.4 في ميل 1.5 ميل، يبقى بتبعد عن الموضوع ان كانوا لسه ده كمان، انما ده اللي تاخده دلوقتي، انما يعني 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 في كلام بس هو ده اللي تاخده دلوقتي. مع الهباتك احنا سمعنا يمكن الكفه راحه ناحيه ان احنا نستعمله بشده في النون الكحوليك فاتي ليفر ديزيز، وانه ما فيش مشكله ما فيش كونتر انديكيشن ليه ما دام ما فيش عندك دي كومنسيت ليفر. طيب وان دكتور مصباح سؤال دكتور مصباح ودكتور لبنى التوني، حضرتك اتكلمت امبارح على الساكس جليبتين از دي بي 4 انهبيتور، والنهارده شفنا في السافور ستادي ان هو بيزود الهوسبيتاليزيشن بنسبه 27%، ف when I can write saxagliptin when to stop writing saxagliptin. ده السؤال الاول. السؤال الثاني اذا كان الساكسجليبتين دكتور لبنى معلوماتي ان السافور والتيكوس والكارلاين ستادي امتدت 6 شهور كمان لحد الاند ريزلت يعني، ف
سيتك جبت اذا كان الايرلي ديتكشن ايرلي ريزلتس اللي طلعت لحضرتك ذكرتيها بتاعت السيتاجليبتين، فليه الدراسه تمدي 6 شهور وهل ده صحيح او لا؟ طب شكرا. انت عايز اجاوب على الاولاني؟ اتفضل. اللي هو الساكساجليبتين. ايوه تكرر السؤال تاني في المسبح. هو الساكساجليبتين امتى ما يدهوش؟ في لانه في انكريز انسيدنس اوف هوسبيتاليزيشن في هارت فيلير. Whenever you have doubt in your patient or suggestion in your patient for this etiology or this clinical picture of heart failure, don't give. You must give an efficacy, safety come before efficacy. So you must choose your patient, you must select. But we said one word, that hospitalization of heart failure didn't prove on solid background that it is a causal for mortality of this patient or increasing mortality. ولكن الحكم على الأشياء انت patient centered approach. مريضك تشوفه وتقيمه، واذا حسيت منه اي حاجه ناحيه الهارت فيلير ابعد. الدنيا مليانه يعني، ما حبكتش على هذا الدواء اللي حواليه سبيكيوليشن. وات ايفر ذا بروموشن يو ماست جو وذ يور بيشنت. احنا اذا كنا بنتكلم في الادويه لانه ده من في المؤتمرات، ولكنه احنا لاحظ لا بايس لاي شركه من الشركات. بيشنت سنترد ابروش از اور ميشن اند ماست بي اور يور ميشن اولسو and go for safety first. Right. بيقول ان لسه انا كومنت عليه. اوكي شكرا 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 جزيلا. Let's be objective يعني، وخلونا بس ان نلخص بعض الاشياء لان انا شايف الدسكشن فيها قدر من الحماسه شوي. Well, metformin is the golden standard. مش اي كلام، كل الناس مجمعه انه يجب انه يكون فيرست دراج ثيرابي. اتس ا بيتي انه ما بيتكتبش بالنسبه للاطباء كما يجب انه يتكتب. المفروض الجايد لاينز بتقول لنا انه كل بيشنت عنده تايب 2 لازم ياخد متفورمين الاول وبعد كده نفكر واتس افتر، اكسبت اف ات از كونترا انديكيتد اور انتوليريتد. ده ما بيتمش. لكن المتفورمين بيعمل جي اي تي ابسيت، ده ويل نون ومعلوم وما فيهوش اي حاجه يعني دفاع عن المساله. في نسبه من الناس لا باس بهم، بيعمل لهم جي اي تي ابسيت وده احد الاسباب. القرص الكبير بيضيف الحقيقه للحكايه للاحساس بالجي اي تي ابسيت، لكن ذير از ا ريال جي اي تي ابسيت. الميتفورمين اكس ار في كل الريزلتس بتاعته بيقلل حوالي 30% او 35% من الجي اي تي ابسيت. دي جي اي تي ابسيت از ستيل ذير وبيحصل مع هذا. وي هاف تو نو ذات فيري ويل انه الجي اي تي ابسيت مظبوط. لكن بالرغم من كده احنا لابد ان نراعي ان احنا احنا كاطباء من المشاكل من الحاجات اللي مش ممتازه ان الميتفورمين مش بيتكتب بالقدر الكافي الذي يجب انه يتكتب به. الحاجه الثانيه مساله ظهور القشره بتاعت الشل في الستولز، احنا الحقيقه سمعناها من ناس ومن اطباء كثيرين، لكن ما سمعناهاش ابدا من الشركه. ما حدش ابدا في الشركه قال لنا على المساله دي لما الميتفورمين اكس ار نزل. وانا مش فاهم ان كان الشركه عندهم اي ريسبونس للمساله دي. انا بالتاكيد احب اسمعه. رانيا عندك اي معلومه عن المساله دي؟ عندك اي معلومه عن ان الشيل بتنزل في الاستول؟ اما اخفتوها عامدين عن الاطباء، ما حدش ذكرها الحقيقه ابدا. لا خدي الميكروفون من فضلك. مقفول. رايت اوكي. بعد ما تسالوا ولا هم جم فولنتري اللي قالوها؟ ذاتس وات اي ام اسكينج. اتفضلي يا رانيا. مساء الخير. هو مبدئيا احنا عندنا المعلومه طبعا، بس احنا مش ما ينفعش نبروموت حاجه زي كده غير لما الدكتور يسالنا. رقم اتنين، مش كل الدكاتره يعني مش كل البيشنت اديوكيتد انف ان هو يرجع بالفيدباك ده للدكتور، لان خلي بال حضرتك البيشنت ده ويل اديوكيتد. البيشنت اللي بيفيدباك ان الدواء نزل في الستول ده يعني 5 6 10 يعني. فايفن يعني احنا طبعا متبلغين بالمعلومه دي وبنهندل اي دكتور يتكلم معانا. طبعا هو الدكتور مصباح هندلها، بس انا تاني بقول لحضرتك هي دي بتساوي
ان هو اكستند ريليز، وان في جيل شيلد فيوجن سيستم حوالين التابلت. يعني دي بتقول ان الاكس ار غير اي حاجه تاني. شكرا يا دكتور رانيا. الحقيقه انا ما زلت مش فاهم، انا لو عندي معلومه زي كده ديفينتلي كنت هقولها للناس، لان لما بتذكر الاطباء بتعمل كونسيرن ضخم، فعجيب جدا ان انتظر لغايه ما يسالوا حتى اللي انا اتبرع واقول ده، يعني اتيتيود الحقيقه. ويل اني واي، على كل الاحوال الحاجة الأخيرة بس اللي أنا عايز أعمل كومنت عليها، مسألة ساكساجليبت، إنها يس إت لوكس تو سو فار أز إف إنه ذير إز أ كلاس إفكت ترند توورد هارت فيلير في دي بيفور نيبيتورز كما يبدو الآن، لأنه إن ذا إكزامين ترايل ما كانش صحيح في statistically significant difference، لكن كان في tendency to increase heart failure. في الساكساجليبتين كان في increase in the hospitalization. Well, it is heart failure at the end of the day. السافور لسه المتأسف التيكوس لسه ما سمعناش تفاصيل، لسه ما سمعناش تفاصيل الريزلت، ما نعرفش المعلومه، لان الجزء اللي اعلن ما كانش فيه، قالوا ما عملش، انما هل كان في تندنسي، ما كانش فيه تفاصيل لسه هنسمعها. ايه سبب الهارت فيلر؟ مش مفهوم الى الان بشكل واضح. هل هو دايركت افكت على الميوكارديوم؟ هل هو اذر كوزس؟ نوبودي نوز. لكن 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 سوفر لغايه الان المعلومات اللي في ايدينا بتقول انه ذير از ان انكريز، ا سيجنيفيكانت انكريز في ساكساجليبتين على الهوسبيتاليزيشن دو هارت فيلر، اند ذير از ا ترند اوف، ما وصلش للستاتستيكال سيجنيفيكانس، ودي مساله احصائيه زي ما حضراتكم عارفين، انما فيه على ما يبدو اتجاه ناحيه زياده الهارت فيلير از ويل. زي ما قلت تيكوس لسه الريزلتس بتاعتها ما ظهرتش. فدي حدود المعاني بس علشان يبقى المساله يعني ساينتيفيكالي كلير. احنا هننهي الجلسه دي دلوقتي ان شاء الله. لا من عارف انا ننهي الجلسه دي اللي بيتكلم فيها الدكتور مصباح يعني، ودلوقتي عندنا الدكتور عماد هيكلمنا عن السايت. الحقيقه السايت اوف ذا يويدا